فكان وقتها بقى الناس اللي هم الحكومه بيات من الفلان وعزازه الامن وكلها ما ظهرتش في الساحه. انا شغلنا بعد عام بعد ما تاكدوا وقوموا الشعب بانهم يبحثوا عن المصالحه مع الشعب وبان الشرطه في خدمه الشعب وبان تحولوا من جهاز قمعي استبدادي الى جهاز امن ديمقراطي، فراحنا وصدقنا الحكايه. لكن اللي صار في 17 جويلية 2014 وانتم تشوفوا في الشاب اللي يحس في كل حر في كل انسان ابيه. الشاب هذا اللي تدفق حيويه ونشاط وتربيه واخلاق ونبل مواقف. حامد عبد اللاوي 22 سنه، هو فلاح اصيل لمعتمديه سيد عمر بو حجله. وفاه الأجل المحتوم نهار الجمعة في سبيطار سهلول الجمعة الفارط، وذلك إثر معناها حرق النفس بإعاز وبتشجيع من الشرطة البلدية بمساكن. وقع الحادثة أنه حامد توجه يوم الخميس المعتمدية مساكن أين انتصب لبيع محصوله من البطيخ، إلا أنه معناها جاءوا جميع الترتيب البلدية طلبوا منه باش يدفع لهم، معناها تمت مضايقته وتم معناها تلميح الى انه يلزموا يدفع لهم فلوس باش يخليوه يشتغل بسلام، الا انه رفض. لما رفض حجزوا له آلة الوزن الاولى، زادوا حجزوا له آلة الوزن الثانيه، التحق بهم وكان معناها حاول باش يسترجع آلات الوزن نتاعو ويقفل راجع لبلاده منين جاء، معناها خوفا من البطش ودرءا للمخاطر، الا انه معناها تمت اهانته، تم تعذيبه نفسيا تحتك الشمس الحارقه ذيك 40 درجه يمشي ويجي عليهم اربع سوايع. في الاخر معناها قرر باش يمارس شويه ضغط عليهم باش يرجعوا له آلات الوزن نتاعو، الا انهم معناها عملوه بتهكم وبسخريه وباذلال وحثوه على حرق روحه كما البوعزيزي، خلوا له بالحرف الواحد اذا كان تحب تحرق روحك البوعزيزي احرق روحك البوعزيزي، معناها ولا ما يسمى هذا ما يسمى بالتشجيع الممنهج على حرق النفس. حامد هبط جابيت ريسونس وبدا يمشي ويجي في الكولوار نتاعهم في دوزيام ايتاج يحاول يضغط عليهم، الا انه معناها في كان يحاول انه يشعل البريكيه في محاوله من المحاولات. بطبيعة ما كانش عنده نية الانتحار لأنه ما عندوش دلائل متاع هشاشة نفسية أو معناها بونشون للانتحار، إلا أنه معناها هيك البريكية ذيك شعلت انفولونتيرمون ولهبت فيه النار. الأدهى والأمر أنه هالأعوان ذوما رئيس فرقة الشرطة البلدية وعاونيه اللي تسبوا في الدراما ذايا في المأساة ما حاولوش باش يطفيوه، ما حاولوش باش ينقذوه، سكروا على رواحهم البيبان وخلاوه ينزل من غادي وحده يشعل درجة درجة. هبط فما شايب كبير كهبط بعد ما طفاه وخزر له، قال له وليدي عليه عملت في روحك هكا؟ قال له يا بابا قهروني الله يغفر لي. عاودها مرتين هذه حكاها لنا الشايب تأثر كبير، فهمتني؟ هذا اللي صار، هذه الوقائع معناها، واحنا نطالبوا بطبيعة الحال برد الاعتبار للضحية وانصافه، انصافه بالقانون وما نساوموش، لا نساوموا لا نتاجروا بدمه. هذا معناها الطلب الرئيسي نتاع العائله نتاعو. معطى اخر هام ياسر انه اللي تسبوا في الماساه هذه الجنات هم اصيلي معتمدي تمساكن من ولايه سوسه، والتحقيق قاعد يصير في سوسه، لذلك الحياد هنا عامل الحياد ماهوش مضمون. لربما نحن هنا المطلب كذلك هو احاله التحقيق هذا يا اما لتونس يا اما لولايه اخرى، يا اما لتونس يا اما النابل يا اما لاي ولايه اخرى، باش يكون فما حياديه وفما موضوعيه ويتم انصاف الضحيه ويتم التحقيق بكل شفافيه.